مشكور. سعيدة بالابتسامات البشوشة والصافية اللي موجودة ومتناسبة جدا مع حلقة لها علاقة بالربيع. أجدادنا زمان قالوا الربيع أول الزمان، كانوا يتهيأ لهم كده أنه بداية الخلق لازم تبقى ربيع، الزهور بتفتح، المحصول بيطلع، الطيور والكائنات وخلق ربنا كلهم بيبقوا في حالة حب وتزاوج وفرحة وألوان. كانوا يتهيأ لهم أن الربيع بداية الزمان، وياما كتبوا وقالوا، بس قرروا إن هو الاحتفال بالربيع يبقى احتفال رسمي، يعني يبقى فيه أعياد الربيع. مما لا شك فيه، أو يعني معرفش إذا كان في أي حد سبق الفراعنة، بس غالبا الفراعنة هم أول من احتفلوا بالربيع وسميناه تعاقبا شم النسيم. ناس بقى تسميه عيد الربيع، ناس تسميه باسكوا، ناس تسميه إيستر، كل واحد بقى في النهاية هو الموسم ده، موسم الألوان والبهجة واختيار الأحلى والأجمل ومحاولة الاستمتاع به. هنبتدي النهاردة بالورد، والحقيقة أنه طبعاً للورد عشرات الفوائد مش فايدة واحدة. يعني الورد بيشموه، بيزينوا بيه، بيشربوه إذا كان موارد أو مظاهر، بيهادوا بيه، وده اللي احنا اخترنا نعمله في أول الحلقة مش في آخر الحلقة. الورد ده مش ديكور، الورد ده عشان يبقى كل الناس اللي قاعدين حاسين ان هم بجد في ربيع، حتى لو هم في استوديو يستأذنون ان احنا نوزع عليهم الورد كل واحد بوكيه، عشان نبتدي الحلقة كده واحنا في أجواء ربيعية حقيقية، مش في التكييف يعني. سقفوا والورد موجود، كله معاه ورد. ها، اللي معاه ورد يرفع ايده. طيب، الورد ده ورد مزروع عندنا في مصر، ورد صحيح ان هو مش بلدي كنوع كفصيله ورد، انما هو بلدي من حيث ان هو مزروع في واحده من اهم القرى لزراعه الورد، عزبه الاهالي. على فكره احنا بلدنا من 10-15 سنه كانت من اهم الدول المصدره للورد، دلوقتي ترتيبها اتاخر كتير جدا، والاراضي اللي كانت مليانه ورد قلت، بس لسه عندنا مراكز او حصون قوه لها علاقه بالورد وزراعته. خلينا نستقبل ونحيي الحاج سامي حسني، واحد من اهم زارعي الورد في عزبه الاهالي. اتفضل. اهلا بيك يا حاج. صراحه انت يعني هديتك في فرق. الله يخليك. لا تعطلي. تسلم. الله تسلم يخليك. الله، ده دي هديه جميله ومقبوله، تحفه. انا بقى زي المدام، هحطهم في الفازه واقعد اشاهد جمالهم. بهادي بالورد كتير، بس بحب ان انا يبقى موجود حلقة زي حضرتك كده. شكرا جزيلا يا حاج، الف الف شكر. دلوقتي موسم زراعه الورد عندكم في العزبه اليومين دول؟ لا، هو الورد عندنا مستديم، مش بس هو بيبقى له مواسم في التوزيع بتاعه او التسويق بتاعه يعني. انما هو زراعته طول السنه موجوده، بياخد دورات عندنا يعني. ده بالنسبه للزهور، للزهر يعني، شم النسيم وعيد الحب والمناسبات، ده بيطلع فيه الزهور والافراح والمناسبات كلها يعني. فالورد متواصل طوالي يعني. اهي دي بقى اهي دي المزارع اللي احنا جبنا المزارع. منها الورد اللي انتوا ماسكينه. ولا صحيح يا حاج، ما بقيتوش تزرعوا ورد بلدي كتير؟ لا، موجود عندنا، بس هو الورد البلدي اصلا ده نوع من انواع جرزانتم، نوع متعدد الزهر بتاعه يعني، من الالوان بتاعته. فهو اللي بيبقى ايه يعني، واخد الكم في هو هو التوزيع. هو طبعا دي فصيله مستورده بتهيألي من اوروبا. الكرزنتينا ده مش من لا، ده استيراد كله.
بس احنا نتجناها عندنا. قصدك التقاوي، التقاوي يعني استيراد. احنا برضو عندنا نتجناها دلوقتي يعني. عملنا منها وكسرنا منها دلوقتي. يعني الناس بتشتري الكرزنتينا اكتر من الورد البلدي؟ لا، هو حسب الطلب. او في تدخلات، في تدخل بين الكرزنطم والورد البلدي، بيخشوا مع بعض في شغل يعني. فبيبقى يعني ممكن ندخل الورد مع الكرزنطم، ممكن الكرزنطم لوحدها، لان هي متعدده الالوان في الزرع. وبنزرع ليليوم هنا في مصر، الليليوم اللي هي دي. الليليوم موجود عندنا. يعني في في مستورد وفي مزروع هنا عندنا. بس انتوا اراضيكوا زمان ما كانتش ورد، زمان قوي بقى. لا، انا اقول لحضرتك على حاجه بالنسبه للقناطر الخيريه، من اول اللي انتج نباتات الزينه في مصر كلها. من ايام محمد علي، مش من دلوقتي يعني. حضرتك انت عارفه القناطر كانت، ايوه بس مش زمان كان في حاجه اسمها الدوره الزراعيه، ولازم كنتوا مجبرين ان انتوا تزرعوا حاجات كتيره. احنا كنا بنعمل ايه بقى؟ كنا طبعا عندنا دورات. في جزء من الاراضي كان يتزرع نباتات زينه وزهور، وفي اجزاء كانت بتبقى اجباريا، اجباري. بالنسبه للمحاصيل اللي هي الاخرى يعني. المحاصيل الاستراتيجيه بقى، قمح، قطن. اما البلد دلوقتي كلها قائمه من سنين على النباتات الزينه وعلى الزهور. واحنا اصلا شغلنا تنسيق حدائق، الفلل، القرى السياحيه، بالنسبه للتشجير برضو كمان. مع توزيع الزهور في المحلات اللي انت بتشوفيها مثلا، اللي هي موجوده في مصر، في القاهره كلها، اسكندريه لغايه اسوان. بيطلع المنتج من عندنا، من عزبه الاهالي ديت. بيغزو المحلات بحالها يعني. طب عايز اسالك سؤال، المثل بيقول باب النجار مخلع. يعني عايز اعرف البيوت عندكم في عزبه الاهالي، ادخل البيت كده اي بيت لازم يبقى فيه ورد ولا لا مفيش ورد خالص؟ لا، هو مصر معتاد وعندهم بقى طبعا وقدامهم، يعني مش مفيش. هيجيب بقى مش هيجيب ورد في البيت، يحطه بقى في البيت لان هو قدامه. يعني اي بيت النهارده قدامه الزهر وقدامه النباتات وقدامه الحاجات ديت. فهو معتاد على التوزيع يعني. مفيش ورد نعناع وورده كده في البيت؟ لا، وارد يعني، النعناع والريحان والحاجات دي كلها موجوده يعني. في بعض بيحطها، وفي البعض يعني بيبقى ايه شايفها قدامه على طول، فما بي يعني. انت الحاجه يعني ما بتهديهاش بالورد خالص؟ والله هي اصل قدامها اللي قدامها على طول. عمرك ما جبت لها ورده قلت لها اتفضلي يا حاج؟ لا يعني ما حصلش. هي اصله موجود مش هيبقى يعني، هو قدامها يعني. ايوه بس بص يا حاج، انا هكون صريحه معاك، واكيد الحاجه هتبقى بتتفرج على الحلقه. هو طبعا موجود قدامها حاجه ويبقى منك حاجه تانية. والله بقى انت اصل احنا وقتنا الحاج ارتبك. الحاج ارتبك، وانا شايفك كفايه كده عشان ده عشان منسين وبلاش مشاكل. هو بس مش مني، يا اما معتادين قدامهم. بص يا حاج سام، بص يا حاج سام، وانت مروح ان ما جبتش الحاجه زي البوكيه اللي جبته لي يبقى لنا كلام تاني. والله سهل موجود يعني، مش موجود. خلاص، يبقى احنا كده هديتك وصلت ان شاء الله يا حاج. الله. مره تانية، بلدنا مناخها وارضها من اجود الاراضي لزراعه الورد. وتحديدا الورد. وانا فاكره كويس جدا يعني، احنا من سنين كنا لما بنعمل شغل صحافه او تلفزيون على الورد ده بنبقى مبهورين، وهولندا كانت بتستورد مننا كميات كبيره قوي. للاسف مراكزنا تاخرت، ودول تانية زي اوغندا مثلا، اوغندا طلعت جدا في تصدير الورد واستغلوا البيئه بتاعتهم. حرام لما يبقى عندنا حاجه موجوده يعني مش محتاجه ان احنا نفكر لها، هي موجوده والسوق موجود. يا ريت نعيد التفكير في زراعه الورد في مصر بشكل حقيقي عملي، مش بس ينفع الحاج سامي وعزبه الاهالي، لا يفيدنا كلنا، تبقى بلدنا واحد من اهم مصدري الورد الرائع في العالم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم. كل عام وانت طيب. أصوات لايقة على الربيع، فسيخ، مورينجا. وانت فعلا ما عملتيش تجميل؟ تجميل قوي التعوي. ده احنا بينا الحب كله يا حبيبي، كله كل والهنا والفرح كله. الحلقة دي انتهت من قبل ما تبتدي؟ انت في عفريت جواكي بيغني. عايزة أقرب منك أنت ليه؟ عايزة أجرب حبك أنت ليه؟ أنت بابا.
باباكي ما كانش موافق انك تغني خالص. يا بتخن يا بتموت، كان بيقلد عبد الحليم في الشكل وفي الصوت. أقاسي نار حبك كان أهلك على طول، خلي ليا. الدنيا لفت بيا، عارفه اتصدمت. مفاجأة لأي حد بيحب الغنى وبيحب الأصوات الحلوة. قلت خلاص ربنا مش كاتب لي أصلا الشغلانة دي أصلا. أنت زمانك انهارتي. يا ست الحبايب يا حبيبي يا حبيبه وحبيبه. حاسه ان انت بتغني في المذبح. اول ما بتبصي لي البسطه دي بخاف. مش حلم يا دوب خدني ورحت له، ده عمري.